بالسجن لناشط سياسي بسبب منشور على الفيسبوك. إثيوبيا تقدم إعفاءات للمستثمرين من الصين للتغلب على عجزها. OMN ترصد معاناة طلبة جالسة. FBI تحقق مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي. من OMN سلام الله عليكم وإلى التفاصيل. ذكرت مؤسسة فانا الإعلامية الرسمية في إثيوبيا إنه تم توجيه اتهام بالإرهاب لشخصين في البلاد عقب حادث تدافع أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصا في أكتوبر 2016، وكانت توفا ميليكا وكيدير بيداسو أول من تم توجيه الاتهام لهما فيما يتعلق بحادث التدافع الذي وقع عندما حاولت الشرطة في تفريق المتظاهرين خلال مراسم دينية في بلدة بيشوفتو جنوب أديس أبابا. وذكر أيضا التقرير الإخباري الأثيوبي بأن حكما قضائيا صدر أمس بمعاقبة سياسي معارض بارز بالسجن لست سنوات ونصف. ووفقا لمحطة فانا الحكومية فإن حكما صدر بالسجن يوناثان تسفاي مدير العلاقات العامة السابق بحزب الأزرق بعد اتهامه للحكومة باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين. وهذا الحزب هو أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الدولة الواقعة شرقية أفريقيا. وقام تسفاي بصورة متكررة بنشر بيانات على موقع فيسبوك تنتقد تعامل الحكومة مع الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر من عام 2015 في منطقة أورومية. ويسكن المنطقة التي تضم العاصمة أديس أبابا عرقية الأورومو التي يشعر أبناؤها بأنهم محرومون من المشاركة في السلطة السياسية والاقتصادية. وانتشرت الاحتجاجات لاحقا إلى أنحاء أخرى من البلاد. ووفقا لمنظمات حقوقية فإن المئات لقوا حتفهم خلال الاشتباكات وأعمال الشغب التي هدأت بعد فرض الحكومة لحالات الطوارئ في أكتوبر الماضي. وواجهت تسفاي اتهامات بالتحريض على الاضطرابات والأعمال الإرهابية. ونقلت فانا عن لائحة اتهام تسفاي أن تصرفات المدعي عليه هددت النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لإثيوبيا. أن نجاح أو فشل خطة الميزانية لأي دولة سيكون عاملا رئيسيا في الحفاظ على ثقة المستثمرين الذين يرغبون في معرفة كيف يخطط أي نظام ليتجاوز هو الآخر تلك العراقيل. لكن الأزمة المتعقدة في أثيوبيا تؤدي إلى تسجيل معدلات تضخم غير مسبوقة، لكنها سرعان ما تعيد صياغة عجزها بالبحث عن أدوات للتنكيل بشعبها. خلف النظام أكثر عنفا للعمال المواطنين في حين تتجاهل أن النجاح الحقيقي هو مدى تحقيق الخدمات للمواطنين وليس إعفاءات للمستثمرين، وأن تقديم امتيازات استثمارية سخية للمستثمر على حساب المواطن لا ينعش الاقتصاد. والتفكير بطريقة لا تمس المستثمر ومجتمع الأعمال لن يحل تعقد تلك الأزمة. ترتفع نسبة المنازل المهددة في أديس أبابا بالهدم، وبذلك يدخل أكثر من 30,000 أورومي في منطقة بوكوشنن دائرة عدم الأمان لعدم حصولهم على رخص البناء والتهديد بهدم بيوتهم في حال أصروا على بنائها. وفي سللت أيضا الأمر سيان وتسعة مقاطعة أخرى. وبالرغم أن أديس أبابا تعد منطقة زراعية في المقام الأول حيث يعتمد أهلها على الزراعة ومنتجاتها، إلا أن النظام الأثيوبي ساهم في سلب المواطنين أهم مصادر دخلهم وسلخهم عن عاداتهم وتقاليدهم وإجبارهم على العيش في ظروف مختلفة تماما. وهو الأمر الذي انقلب عليها وعليهم، حيث قام النظام الحاكم بتأجير مساحة واسعة من الأراضي لمستثمرين أجانب خاصة من الصين ودول الشرق الأوسط، وذلك عبر قوانين أقرها النظام مؤخرا بمصادرة الأرض أولا وهدم البيوت ثانيا ومختلف وسائل
تيئيسي تستهدف لطرد الأورومو من أرضهم ووطنهم على خلفية تحقيق حلم ماستر بلان، الأمر الذي يجعل من سياسة هدم البيوت تحت ذريعة البناء الغير المرخص نحو تحقيق حلمهم المنشود. غضب في مدينة جاليسا الواقعة في شوا، وامتناع الطلبة عن الدوام في مدارسهم يستمر لليوم الثالث على التوالي احتجاجا لانقطاع الكهرباء والماء. وبالرغم المحاولات الغير مرضية والمتكررة والبائسة من إدارة المدارس هناك إلى أن أولياء الأمور أصروا على موقفهم، رافضين السماح لأبنائهم بالعودة لحين توفر الخدمات لمرافق المدرسة وخاصة الماء والكهرباء. ويأتي خروج الطلاب في الاحتجاجات تزامنا مع عدم تجاوب الجهات المعنية بشكل أفضل لحل مشكلاتهم. وفي السياق ذاته تتسع أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة بالوقت الطويل التي تصل إلى شهور لتشمل مناطق من هرر الشرقية كجرسم وغيرها التي تعاني أزمة لا مثيل لها. يستعد دونالد ترامب العائد للتو من أول جولة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الجدل الذي أثاره ارتباطات معاونيه بروسيا، بما في ذلك تقارير تشير إلى أن صهره سعى إلى إجراء قناة اتصالات سرية في موسكو. وذكرت صحيفة واشنطن بوست وشبكة NBC نيوز أن مكتب التحقيقات الاتحادي FBI وضع جاريد كوشنر أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب وصهره قيد التحقيق فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا. ونقلت واشنطن بوست عن أشخاص على دراية بالتحقيق قولهم إن كوشنر يخضع للتحقيق بسبب لقاءاته في ديسمبر كانون الأول وتعاملاته المحتملة مع السفير الروسي ومصرفي في موسكو. وقالت الصحيفة أن كوشنر هو المسؤول الوحيد من البيت الأبيض المعروف بأنه يعتبر شخصا رئيسا في التحقيق. وكشف مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جونان برينان هذا الأسبوع أن رؤساء الاستخبارات كانوا يدققون في اتصالات مشبوهة بين المرتبطين بحملة ترامب ومسؤولين روس منذ منتصف عام 2016. وينفي الرئيس الأمريكي أي تعاون مع موسكو معتبرا أن التحقيق أكبر حملة اضطهاد لشخصية سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الحصاد مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير.